بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض دلوقتي هنكمل اللي هو الترانسديرمال ثيرابيوتيك سيستم اللي هو الباتشز اللزقات اللي احنا بنستخدمها. بس في حاجه كده كذا حاجه لقيتها كنت كاتبها في الكتاب من في حته منطقه مختلفه بس كانت موجوده في المحاضره الاولى، فانا تعالى ما نزودها مع بعض. احنا قلنا لما احنا كنا بنحط الاشخاص اللي هم بيستخدموا ميه كتير في ايديهم او هو في رجليهم بيقف في ميه كتير، كان بيظهر ان السيتوم كورنيوم البارير بتاعه بيقل، فكان بيظهر عليه فانجاي احنا كنا بنسميها التينيا اللي هي بتبقى فانجل انفكشن ما بين الصوابع. فالمشكله في التانية دي اللي هي بتعمل سيكريشن اويلي، يعني هي بتخرج اويلي سيكريشن. فانت لما تيجي تعالجه اديله انتي فانجل بس مش في صوره مرهم بقى، لان المرهم اصلا طبيعته دهني شويه، مع اصلا حاطه انت كمان في اويلي سيكريشن، فالمريض هو يبقى حاطط المرهم مش مرتاح ومش هي يعني مش هي التحضير ده من تاني مش هيبقى كويس. طب انا اديله ايه؟ اديله الانتي فانجل في صوره بودر، البودر اللي هينشف السيكريشن اللي بيحصل ده وهيحس براحه اول مع اول استخدام، وبعد كده الانتي فانجل هيعالج المشكله اللي عنده. كمان لما كنا بنعمل لما كنت تعمل التارجت انت بتشوف انت عايز تعالج السيرفس ولا مثلا السكين ابندجز او عايز تعالج حاجه في الدرمس. كان في حاجه في السكين ابندجز اسمها ديبليتورز اللي هي مزيل الشعر. انت الادويه المساعدات اللي تاخدها لمزيل الشعر، مزيل الشعر، فانت عايز تعمل تارجت الشعر ده يعتبر ابندجز، فانت عايز تعمل تارجت للايه السكين ابندجز دي. بس كنت حاجه نسينا نزودها. تعالوا دلوقتي بقى نتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. احنا خلصنا كلامنا عن الممبرين مودريت سيستم اللي موجود قدامنا ده، بس في حاجه في الممبرين مودريت سيستم. المفروض لو الممبرين مودريت سيستم اللي هو الممبرين بيتحكم بيطلع الدراج بريت ثابت، يعني الدراج بيطلع من الممبرين بريت ثابت، يعني دلوقتي بيطلع 5 النهارده يبقى 5 زيهم بكره، يبقى 5 بعد زيهم بعد بكره لحد ما يخلص كل الحاجه اللي موجوده فيه. دلوقتي نتكلم بقى في الماتريكس ديفيوجن كنترول سيستم. من اسمه بقى يبقى ايه اللي بيتحكم؟ الماتريكس هو اللي بيتحكم. تعالى كده اما نشوف ايه اللي بيحصل. ده شكل الباتش اللي عندنا، فهو الماتريكس هو اللي بيعمل بيحدد. فتعالى بقى اما نشوف إيه. تعالى نقرا كده الكلام ونشرحه على الرسمه. اول حاجه اللي هو الامبرميابل بلاستيك باكنج اللي هو بقى الطبقة اللي فوق ديت موجودة في كل الباتشات ومفيش أي اختلاف عليها. شوف الريزرفوار بقى، بيقولك الريزرفوار is formed by dispersing the solid drug لو إما هيدروفيلك إما هيدروفيلك في البوليمر ماتريكس. بيقولك البوليمر ديسك ده، بيقولك البوليمر ماتريكس أنت بتجيب البوليمر اللي هو المفروض الماتريكس ده مع الدراج وتخلطهم مع بعض. بعد ما تخلطهم مع بعض بتكبسهم، إما ممكن تكبسهم في قرص أو ممكن تحطهم في مولد اللي هو زي ما يكون إيه، لما تسخنهم وتصبهم في مولد اللي هو يعتبر ايه قالب، تصبهم في القالب وبعد كده بيطلع مطلع الحاجه اللي انت عايزها. طب دلوقتي احنا اتفقنا هو الماتريكس هو اللي بيحدد في الدراج ريليسنج، فكل ما التركيز البوليمر في قلب الماتريكس ده يزيد، كل ما تركيز البوليمر يزيد كل ما السيكريشن او الريليز بتاع الدراج هيقل، الفيسكوستي برضو كذلك هتقل، كل ما الفيسكوستي تزيد الريليز اوف دراج هيقل. تمام، بيقول لك الدراج ريزرفوار ماتريكس از دايركت كونتاكت وذ سكن، الوحيد اللي فيه الريزرفوار. تعال نشوف الريزرفوار دلوقتي، الريزرفوار هو دايركت كونتاكت وذ سكن، وفي بقى طبقه الاديشن، الطبقه الادهيسيف لاير بتبقى مختلفه عن الحاجات الثانيه، عن الباتشات الثانيه، ان هي بتبقى حواليها اللي يعتبر ده يعتبر النقطه الخضراء دي هو يعتبر الماتريكس اللي فيه الدراج، وحواليه ده طبقه الادهيسيف اللي هو بتلزق وبتبقى فوقها كمان. تمام، بيقول لك ادهيسيف بوليمر از ابلايد along of circumference to form stripped adhesive. المهم يعني كل الكلام ده كلام فاضي، بيقول لك ان هي بتلزق يعني وخلاص. بيقول لك دراج ريليز از فانكشن اوف دي اللي هو جذر تربيعي للطين، يعني هو لو جينا نشوف لو جينا عملنا هنا لو دي لو جبنا علاقه بين الاماونت ريليز مع الطين هيديني الايه اللي هو الخط كيرفت كده، مش هيديني خط مستقيم. طب ليه بيعمل كده؟ قلنا مثلا لو احنا شفنا نبص على الريزرفوار دلوقتي، قلنا الدواء مثلا اللي تحت كده لازق في السكن على طول، الحته اللي لازقه في السكن فيها دراج هتنزل الاول وتعدي السكن، بعد كده على ما الدراج يتنقل من كونسنتريشن اعلى لكونسنتريشن الاقل في
في قلب ال في قلب الريزرفوار ذات نفسه، بعد كده يبدا يتنقل، فده هياخد وقت، فيبدا يبدا ال يبدا يخرج مره واحده، الدرج يخرج مره واحده، وبعد كده يبدا يقل تدريجيا لحد ما يخلص. تمام. طب دلوقتي في حاجه اسمها اللي انت بتحط اوكلوسيف بيز بليت فويل، هي بتحطها تبقى فوق، وحتى حاجه اسمها ابزوربنت باد. ابزوربنت باد بنحطها ليه؟ قال لك اللي انت اصلا الريزرفوار ده عشان يشتغل او يطلع الدواء اللي فيه، المفروض ان العرق بيطلع في الريزرفوار، بيدوب الدواء في قلب العرق، والعرق يبدا ايه يعمل له، يبدا يحصل له ريليزنج. تمام. فانت بتحط ابزوربنت باد ده عشان بعد الريزرفوار، عشان العرق ما يخرج، ما يعديش الريزرفوار، ويبدا يعدي الاوكلوسيف، يعدي الامبريم والباكنج ده ويعدي فوق. فانت ده بس عشان تمتص العرق. تمام. احنا كده يعتبر كله قلنا حاجه، ودي بتحمل موتشر والعرق، يعني الاثنين مش مشكله. فدلوقتي لما تيجي تعمل ايه، تعمل فانكشن اوف اماونت فيز، بتيجي مع جهاز التربيعي للطيب. بس احنا كده خلصنا الكلام على الموضوع ده. نتكلم بقى عن التاني اللي هو ادهيسيف فيوجن كنترول سيستم. دلوقتي ايه اللي بيتحكم؟ اللي هو الادهيسيف لاير هي اللي بتحكم. طب دلوقتي بصوا كده، المنطقه دي يعتبر الماتريكس او الريسيفوار في النص، فوق طبقه ادهيسيف، وتحت طبقه ادهيسيف، وفوق ده اللي هو الدراج امبرميبل باكنج، او الطبقه اللي هي الميتاليك او البلاستيك. دلوقتي انا هحضر ازاي؟ احنا لو جينا نفرد اي طبقه ادهيزف، اي حاجه بتلزق كده، بنحاول نفردها على حاجه، بيبقى صعب جدا ان احنا نفردها، بتلزق معايا ومش قادر افردها كويس. تمام. اول حاجه احنا بنجيب اللي هو الدراج امبريمبل باكنج ده، اللي هو الطبقه دي طبقه مستويه من الميتال مثلا، ونجيب الادهيزف لاير ديت نخلطها بحاجه اورجانيك سولفنت. بس اورجانيك سولفنت لازم يكون بيحصل له بيحصل عنده فولاتايل، يعني هو الأورجانيك سولفنت ده يقدر بعد ما يخلطه بيه يطير. طب انا هعمل ايه بقى؟ اخلطه بيه كويس، اقوم جاي فرده، بعد كده لما يبقى الفيسكوسي بتاعته تقل جامد هفرده على طبقه الميتال، بعد كده اسيب الاورجانيك سولفنت يطير، فهيديني طبقه مستويه على الميتال. بعد كده اجيب بقى الدراج بتاعي ده، واجيب طبقه من الادهيزيف اخلطهم كويس مع بعض وبعد كده احط عليهم اورجانيك سولفنت برضو فيه فولاتايل، وبعد كده اروح فاردهم على طبقه الادهيزيف الاولانيه اللي هي يعتبر اللي فوق ديت، بعد كده افردهم واسيبهم برضو يطير الاورجانيك سولفنت، وبعد كده اجيب برضو اخر طبقه من اللي هي بيسموها الريت كنترولنج ادهيزيف لاير، انا بحطها عشان تتحكم في الريليزنج، بقوم واخدها برضو احطها في الاورجانيك سولفنت، وبعد كده افردها واسيب برضو ينشف، فبيكون لي الشكل الاخير اللي هو ده، اللي هو بيسموه ادهيزيف فيوجن كنترولد سيستم. تمام. الطبقه بقى اللي هي بتعمل الطبقه الاخيره من الادهيزيف لاير ديت، لما كل ما السيكنس بتاعها بيزيد، كل ما الفيسكوستي بتاعتها بيزيد، فالدراج ريليز بيقل. بقى تعالى نشوف بيتكون من ايه. بيقول لك الديفايس اوف امبريميبل بلاستيك بارير بارير اون ذا توب. اول حاجه الحاجه البلاستيك او الميتال بارير، دراج ريزرفوار ان ذا ميدل اند سيرف سيفرال ريت كنترولنج ادهيزيف لاير نيكست تو سكن. يعني المفروض الدراج ريزرفوار في النص، وتحته في طبقه من الادهيزيف لاير عشان هي اللي بتحكم في خروج الدواء. بيقول لك الدراج ريزرفوار از فورمولييتد by dispersion of the drug in the adhesive polymer. ما احنا قلنا بنجيب الدراج وندوبه في الادهيزيف بوليمر، بعد كده بتعمل له سبريدنج على الميديكيتد بوليمر by solvent casting. solvent casting اللي احنا قلناها، اللي احنا بنجيب solvent organic solvent بس بفولاتايل، فاحنا بنفرده وبنسيب الفولاتايل ده يطير فبيديني الطبقه، ده بيسموها solving casting. يعني لما نيجي نفرده ده solving casting، ده حاجه مهمه جدا. اهو تعالوا كده هنكمل كده، وفي حاجه فوق انا نسيت اقولها هقولها لكم. تمام. بعد كده بقى في التوب لاير، بعد كده بنعمل لاير اوف نون ميديكيتد اللي هي الادهيزيف لاير اللي بتتحكم فيها، اكزامبل كده اللي اسمه ديبونيت سيستم او النيترو جليسرين. بعد كده نرجع للماتريكس ديفيوجن سيستم. الماتريكس ديفيوجن سيستم بيسموه اسم تاني اللي هو هيبوشي سيستم. هيبوشي سيستم اسمه هيبوشي سيستم
ليه بيسموه كده؟ عشان هو العالم اللي عمله اسمه هوجوشي. طب دلوقتي لما نيجي نشوف الثلاث اماكن، الثلاث حاجات، الثلاثه اللي هم اللي احنا قلناهم، اللي هو الممبرين والماتريكس ديفيوجن والادهيزيف، اي احسن واحد فيهم؟ احسن واحد فيهم اللي هو الممبرين مديريه السيستم. ليه؟ لانه بيطلع دراج بريد ثابت، هيطلع 5 النهارده و5 بكره لحد ما الدراج يخلص. لكن الماتريكس ديفيوجن بيطلع دراج ثابت لحد مرحله، وبعد كده نسبه الدراج اللي بتطلع منه بتقل، فانا بقدر استخدمه لفتره معينه وبعد كده ما اقدرش استخدمه، وبضطر احط فيه ماده فعاله اكتر من اللي انا عايزها. برضو الادهيزيف فيوجن برضو كذلك. فتعالوا كده ما نجوش في الجدول ده، الجدول طبعا ده مش حفظ، بس ايه، لا هنفهم بس ايه الفكره فيه وعشان نعمله، يعني عشان ايه هيجي عليه اسئله فنعرف بس الفكره بتاعته. يقول لك هنا الممبرين اللي هو بيقول لك ديت ادويه اسمها الترانسديرمال نيترو 5 والترانسديرمال نيترو 10، الاثنين دول موجودين باتشات في قلب الصيدليه، بس بيسموهم الميكانيزم اللي هو ميمبرين برميابيشن، اللي هو الاول واحد قلناه، وان اول واحد قلناه اللي هو بيطلع الدراج ب ريليز ريت ثابته. فاحنا الاولاني يقول لك الباتش ديت المساحه بتاعته 10 سنتيمتر مربع، وفي باتش التاني 20، ده موجود في 25، وده موجود في 50. المهم ده هيقضي الخمس ايام، يعني كل ده علاج لخمس ايام بس، كل اللي هنا احنا قلناهم حتى اللي لسه جايين دول هيبقوا علاج لخمس ايام. خمس ايام، فاحنا دلوقتي حطينا 25 وهيطلع كل يوم 5 لمدة 5 ايام، دي اول واحد. تاني واحد حطينا فيه 50 وهيطلع 10 لمدة 5 ايام. طب دلوقتي ليه الاولاني طلع 5 طلع 5 بس والتاني طلع 10؟ دلوقتي لو جينا نبص على السيرفس، لما الممبرين هنا في الاولاني السيرفس اريا بتاعته اللي مغطيها 10، لكن هنا بيغطي ضعف السيرفس اريا الاولانيه، فاكيد اللي هو الانتقال بتاع الانتقال من الباتش للسكين هيزيد بالضعف، وعشان كده حطينا في الاولاني 25 عشان يديني 5، والتاني حطينا فيه 50 عشان يديني 10. هلا بقى دلوقتي الاثنين دول بينتقلوا بالممبرين برميابل، تعالوا نخش اللي بعده اللي هو بيتنقل بالماتريكس ديفيوجن اللي هم النيترو ديور 5 و10 و15 و20. تعالوا بقى نشوف الخمسه، خلي بالكم الخمسه بنحط بيعمل على 5، يعني هو المساحه بتاعته بيغطي 5 متر 5 سنتيمتر مربع، ونحط فيه 26 بيديني 2.5 بس لمده 5 ايام. خلي بالكم احنا حطينا فيه ماده فعاله كام؟ 26 26 ملي جرام، اداني ايه؟ اداني مدة 5 ايام، كل 5 ايام 2.5، يعني حوالي 12.5 بس من ال 26، وبعد كده بعد الخمس ايام دول برمي الباتش. يعني انا شفت يعتبر انا خسرت مادة فعالة حوالي 13.5 ملي جرام من المادة الفعالة في الماتريكس ديفيوجن، بعد كده برميه، يعني هو بيبقى في مادة فعالة بس برميه، لأنه بيديني مادة فعالة أو بيطلع لي في اليوم أقل من الحاجة اللي أنا عايزها. تعالوا نشوف العشرة فيه 51 ملي جرام، وبيطلع لي 5 لمدة 5 أيام، وبعد كده برميه، واللي زيادة فيه بيبقى بيترمى. برضه نفس النظام، يعني مش فارقة حاجات كتيرة، بس تعرف لما أنت بتزود بتضاعف بتجيب مضاعفات، فأنت بتزود كل مرة مضاعفات الحاجة، ماشي؟ يعني هو تعرف بس أهم حاجة ده ممبرين، أي حاجة ممبرين يبقى بريت ليمتنج الريت بيبقى ثابت، ماتريكس ديفيوجن الريت بيتغير. تمام، احنا كل ده كنا بنتكلم على اللي هو الترانسديرمال نيترو 5، او هنا كله كان يعتبر مع معظم دواء. في حاجات بقى، في حاجات تانية اللي هي بتبقى اكزامبل الادويه برضو في صوره باتشات، في اسمها ترانسديرمال استراديول. ترانسديرمال استراديول ديت بتستخدمها لعلاج الهايبرتنشن اللي هو الضغط العالي، ديت موجوده في الصيدليه بتستخدمها للضغط العالي. في ترانسديرمال فينتانيل، ده بستخدمها ناركوتيك انالجيزيك او انالجيزيك اللي هو مسكن، دي مشهوره جدا وموجوده في الصيدليه وبتستخدم كتير جدا، اللي هي ترانسديرمال فينتانيل. في ترانسديرمال نيكوتين، دي بستخدمها عشان النيكوتين عشان الناس اللي عايزه تبطل سكاير. في ترانسديرمال تستوستيرون عشان اللي عنده هايبو جونيديزم. تمام، دلوقتي اللي هو كنا دلوقتي احنا دلوقتي اتكلمنا على الايه، اتكلمنا على البنتريشن انهانسر، الكيميكال خلصناه والازر خلصناه، وكان في حاجات كده في الفيزيكال ما كناش قلناها، هنبدا نقولها في التسجيل الجاي ان شاء الله.